صباح النور، تحية لكل مشاهدي تونس رقمية وتونسي نيميريك. كيف كل يوم الثلاثاء تجيكم جولة من أسواق الجمهورية التونسية. كما تشوفوا توا في المباشر من سوق باجة سوق بير الزنايز، ناخذوا فكرة على أسعار الخضر والغلال. نبدأ بالغلة، التفاح عنا اليوم كيلو بألفين، عنا بالنسبة للخوخ الكيلو بألفين كيف. كما تشوفوا هذه هي الحركية في المباشر في سوق بير الزنايز في باجة. بالنسبة للعنب بخمسة آلاف كيلو العنب، عنا التفاح اللي هنا موجود زادا دينار وثلاثمية وثمانين التفاح، الخضر الورقية بخمسة ريال كما تشوفوا. هذه هي الأسعار وأغلب المنتوجات المتوفرة بصفة يعني يومية ودورية في سوق باجة. بالنسبة للسكالوب، سكالوب اليوم بثمنتاشر دينار وخمسمية، والدجاج كالعادة من سبعة آلاف وخمسمية لثمانية آلاف وخمسمية. فما حتى استقرار في أسعار اللحوم كيف كل أسبوع، كما شفتوا الدجاج ديما من 7500 حتى 8500. بالنسبة للفلفل الحلو كما تشوفوا دينار 380، الفلفل الحلو أو الحار 980، طماطم كيلو ب 1800، بطاطا ب 1600، والبصل 800. كما تشوفوا هذه هي الاسعار الموجوده في سوق باجه. بالنسبه للبطيخ دينار، ولهنا زاد عندنا البطيخ كيلو ب 1200. هذه هي مختلف الأسعار الموجودة في سوق باب الزنايز. وكل عادة شوفوا اليوم الحامل العلوش كما تشوفوا بأربعين دينار، العلوش بأربعين دينار. وكل عادة نختم جولتنا في سوق باجة بأسعار الأسماك. بالنسبة للسردينة 3 دينارات و 800، الدورات 17 دينار و 400، التريليا 15 دينار و 800، النازلي 15 دينار و 800، الكروفيت جويدة 12 دينار و 800. تقريبا هذه هي مختلف الأسعار، ونختم بأسهم المرجان 6 دينارات و 800. We'll see.